Assalamu alaikum. أنا فوميو يواي سفير اليابان بالعراق. شوفوا إيش قد حلو أنا اليوم. اليوم أنا بغدادي تماما. يوم مباشر يوم كلش مهم لكل طاقم السفارة. وهو يوم الثقافة اليابانية وتواصل مباشر وياكم بجناح اليابان في معرض بغداد الدولي. راح تشوفون نشاطات مختلفة مثل الكوسبلاي والفنون القتالية اللي أحب تتعرفون عليها، وبنفس الوقت أتمنى نتواصل إحنا وياكم هناك. المهم تتونسون بفعالياتنا وتستمتعون بأوقاتكم ويانا. إحنا منتظريكم بجناح الياباني باكر، وكلكم كبار وصغار، نساء ورجال وأولاد وبنات، وشكرا جزيلا.